ولإلقاء الضوء أكثر على السياسات الإيرانية التوسعية في المنطقة في ظل سياسات متسامحة من قبل دول إقليمية ودولية معنا. ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير مركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بكم. 3 سنوات من حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن شهدت تحولات في السياسة الأمريكية والإقليمية لاحتواء إيران. هل هناك أي تجاوب أو تغيير في سياسات إيران تجاه المنطقة بمقابل يعني احتواء إيران أو محاولة احتوائها؟ لا يمكن احتواء إيران لأن مشروعها مشروع ديني وليس سياسي. نعم. فهي تحاول ترسيخ حضورها الديني ومن ثم تعززه بالدور السياسي الذي تلعبه في المنطقة سواء في الداخل الإيراني أو في الدول المحيطة بها وحتى في الدول البعيدة عنها. نعم. إيران تسعى لأن تكون المرجعية الدولية للشيعة في العالم دون استثناء، فهي تريد أن تكون مرجعية سياسية ومرجعية دينية. لذلك أي تفكير في احتواء الدور السياسي لإيران هو تفكير خاطئ وواهم، لأن المشروع الديني هو الذي يغطي المشروع السياسي وهو الذي يستخدم المشروع السياسي لاستمرار هذا النهج الإيراني في المنطقة. وبالتالي أي مهادنة إيرانية أو تخفيف من حدة المواقف الإيرانية إنما يكون لشراء الوقت أو بناء على ظروف ومعطيات تخدم المصلحة الإيرانية. والآن أي مهادنة أمريكية إيرانية إنما مرهونة بتقدم الانتخابات الأمريكية والصراع داخل الولايات المتحدة ضمن الحزب الديمقراطي على حضور بايدن أو خلافته، وأيضا ضمن الحزب الجمهوري خاصة مع تقدم الادعاءات على الرئيس السابق ترامب. فلذلك إيران تنتظر أي متغير أمريكي لحتى تستفيد من هذا الواقع، وبالتالي هناك أكثر من عام ونصف تقريبا تستطيع إيران أن تستفيد من الغموض الأمريكي، غموض السياسة الداخلية كما غموض السياسة الخارجية، وبالتالي إيران تأخذ نفسا عميقا ضمن هذه المرحلة لتعزيز حضورها، لتعزيز استقرارها الداخلي خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها اقتصاديا وحتى داخليا، ونحن لاحظنا ذلك خلال ذكرى مقتل مهسا أميني الناشطة الإيرانية التي تم قتلها ضمن مؤسسات الشرطة الإيرانية وكانت مناسبة للحراك الداخلي في إيران. فلذلك إيران الآن تسعى من خلال سياسة التهدئة هو شراء الوقت وبالتالي تعزيز حضورها الديني ضمن الوجود الشيعي العربي وغير العربي في المنطقة العربية بالتحديد. طيب، هنا أيضا بحسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى يقول أن الميليشيات الموالية لإيران لا سيما في العراق أصبحت تتمتع بالمزيد من القوة والنفوذ. كيف يمكن فهم هذه المعادلة بين سياسة الاحتواء الدولية والإقليمية مع زيادة نفوذ وقوة أذرع إيران في المنطقة؟ في العراق الأذرع الإيرانية صحيح أنها قوية وراسخة في حضورها ضمن البيئة الشيعية، ولكن حضورها الشعبي حتى ضمن هذه البيئة بدأ يتقلص. نعم. نتيجة التزامها بالنهج الإيراني وخدمة السياسة الإيرانية. وآخر الأخطاء التي ارتكبتها هو قصف آبار الغاز في كردستان في محاولة لمنع العراق من إنتاج الغاز لإنتاج الكهرباء، وبالتالي إبقاء العراق ودولة العراق وشعب العراق رهينة الغاز الإيراني والاستيراد من إيران بدل إنتاجه داخليا والاستفادة منه وتوفير العملة الصعبة التي تستنزف العراق وشعب العراق. هذه الأحزاب العراقية التابعة لإيران أو التي تتعامل مع إيران وهي جزء أصبحت من منظومة الحرس الثوري الإيراني قوية بالفعل نتيجة تسليحها وحضورها الديني وحتى ضمن المكونات الشعبية، ولكن منذ فترة هي بدأت تتقلص شعبيا وتفقد حضورها الشعبي الذي كانت تحظى به في السابق، وهذا بسبب الانفتاح العربي على العراق والذي جعل من الشعب العراقي يرى أن الانفتاح العربي هو انفتاح إيجابي وليس سلبي، وأن الدور الإيراني هو دور سلبي وليس إيجابي، وأن هذه المجموعات المسلحة سواء كانت تأخذ شكلا سياسيا ولكن تحت رعاية ميليشياوية إنما تعمل على إضعاف العراق وإبقائه رهينة السياسة الإيرانية. ولاحظنا كذلك الكثير من التناقضات بين ضمن التجمعات الشيعية المؤيدة لإيران خاصة في الملف الكردي وأيضا في ملف التعامل مع الحكومة العراقية التي بدأت تنفتح أكثر فأكثر على العالم العربي وحتى على السياسة الأمريكية في المنطقة. ومؤخرا وقعت هذه الحكومة حكومة السوداني معاهدة تعاون مع الولايات المتحدة ولم تعترض عليها هذه المجموعات الشيعية التابعة لإيران ضمن العراق. نعم.
العقوبات الأمريكية هل كانت فاعلة في تقليم أظافر تلك الميليشيات، أم أن الغرب رأى عدم جدواها فتحول إلى سياسة الاحتواء أو ما يسميه البعض الخضوع؟ لا يوجد شيء اسمه خضوع. السياسة الدولية تخضع للعبة المصالح والظروف الموضوعية للتحرك بقوة أو ببلين. نعم. المجموعات الشيعية المؤيدة لإيران سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان، نعم، إنما تتم مراقبتها من قبل المجتمع الدولي بدقة لمراقبة الدور الإيراني في المنطقة وحدود الدور الإيراني ومدى اتساع هذا الدور الإيراني. ولاحظنا مؤخرا تراجعا في هذا الدور نتيجة الحصار المالي على إيران من الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات كانت مؤثرة جدا على الوضع الإيراني، وذلك لاحظنا عملية تهريب المخدرات وعملية إنتاج الكبتاجون سواء في سوريا وغيرها. عملية التهريب أصبحت مرتفعة جدا، والسبب هو محاولة التعويض على العجز الإيراني في دعم هذه الميليشيات. فلذلك لا يوجد شيء اسمه احتواء بقدر ما هي متابعة وانتظار الفرصة السانحة للتخلص من هذه الميليشيات، لأن دورها أصبح سلبيا في المنطقة. وإذا كان الغرب قد استفاد منها في مرحلة ما، نعم، خلال حربه المعلنة على دول المنطقة لإضعافها وجرها إلى الخضوع للسياسة الأمريكية في المنطقة، فالآن يرى أنها تحاول أن تكون شريكة له، وبالتالي هذا غير مقبول، وإضعاف هذه الميليشيات ويضعف إيران أيضا ودورها في المنطقة. لذلك لا يوجد سياسة احتواء، بل يوجد سياسة متابعة بانتظار اللحظة المناسبة. ولكن ليس هناك أي إجراء من قبل الولايات المتحدة ضد هذه الميليشيات، بينما ترفع بعض أساميها وبعض قادتها على قائمة العقوبات أو قائمة الإرهاب، لا تتخذ تجاهها أي إجراء. يعني هل هناك اختلاف بين الأهداف الأمريكية أو أهداف الميليشيات، أم أن هناك تصافح تحت الطاولة؟ في الواقع العراق الآن هو بحاجة للدعم الأمريكي، ولاحظنا صمت الميليشيات الشيعية المؤيدة لإيران على هذا الدور، وبسبب الخوف من استنهاض الشارع المقابل المعارض للوجود الأمريكي كما للوجود الإيراني، وخاصة في منطقة الأنبار، منطقة شمال العراق في الموصل ونينوى وحتى في كردستان العراق. هناك حالة تململ من هذا الدور الإيراني، وهذا الدور الذي يؤثر سلبا على استقرار العراق وعدم الاستفادة من ثرواته. لذلك من الملاحظ أن مؤخرا تم توقيع معاهدة أو اتفاق أمني بين فرنسا والحكومة العراقية لمواجهة تطورات دور داعش في المنطقة، مع أن داعش أصبحت يعني نسيا منسيا وأصبحت من التاريخ، نعم، ولكن باستمرار عند كل أزمة وعند كل عقبة نجد هناك استنهاض لوجود هذا التنظيم ومحاولة التركيز على الوضع الأمني ومعاقبة الشعب العراقي تحت عنوان مكافحة داعش وإرهاب داعش وممارسات داعش. وفرنسا منخرطة بقوة في هذا الموضوع، لأنها تسعى للحصول على استثمارات في العراق وكما في لبنان والتقرب من النظام الإيراني في المنطقة. إذا كانت سياسات إيران تقوض فرص الاستقرار في المنطقة، ما يعني أن دول جوار إيران تعاني من سياسة إيران الاستفزازية. ما مدى تأثير أو تأثر أمريكا من سياسة الاستفزازية لإيران حول دول أو جوارها؟ السياسة الاستفزازية التي تتبعها إيران في المنطقة دفعت بدول المنطقة إلى التطبيع مع إسرائيل. أصبحت ترى هذه الدول أن ضمان استقرارها وأمنها يتطلب توسيع علاقاتها مع كل الدول التي هي في حالة عداء مع إيران، خاصة وأن إيران تشكل خطرا أمنيا وديموغرافيا أيضا ودينيا، بينما إسرائيل قد تشكل خطرا أمنيا ولكن لا تشكل خطرا ديموغرافيا ولا خطرا دينيا. وهذا الوجود الإسرائيلي في المنطقة بعد عمليات التطبيع المتكررة والمتتابعة تدفع الولايات المتحدة والدول الغربية إلى التعاون أكثر بجدية مع الدول العربية التي دخلت مرحلة التطبيع بهدف تأمين استقرار إسرائيل، باعتبار أن أمن إسرائيل هو أولوية دولية وخاصة لدى دول الغرب. إيران بسياستها العدائية للعالم العربي والإسلامي دفعت هذه الدول إلى التطبيع مع إسرائيل، وبالتالي فقدت قدرتها على المناورة ضمن دول المنطقة. لذلك شاهدنا مؤخرا السياسة الإيرانية المهادنة التي ذهبت إلى تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية وتقديم طلب للمملكة الاستثمار داخل إيران، في حين كان منذ السنة الماضية وما قبلها تناشد المجتمع العربي بالقول الموت لآل سعود، وأشعت الحرب في اليمن، نعم، وكما أشعت الحرب في سوريا وفي لبنان. لذلك السياسة الإيرانية بدأت تحصد نام خيباتها
في المنطقة نتيجة دفع هذه الدول إلى تعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية، كما إلى التطبيع مع كل من هو يعادي إيران وخاصة الدول المحيطة بها أيضا. وفي ملف آخر يخص الدول العربية، أنه رغم هذه السياسات الاحتوائية صرحت إيران أمس بأنها لن تفرط في الجزر الإماراتية التي تحتلها، وهل تعتقد أن هذه التصريحات تظهر أن لدى إيران أي تغيير تجاه السياسات التي تقوم بها؟ طبعا الدولة الإيرانية الآن ليست مختلفة تماما أو بالكثير أيضا عن سياسة شاه إيران السابق الذي تم احتلال هذه الجزر في عهده، فهي دولة توسعية بكل المقاييس. فكان يطلق على دولة شاه إيران في السابق أنها دولة أنها شرطة الولايات المتحدة في المنطقة، وإيران الآن كل طموحاتها توسعية. حتى الرئيس الإيراني الرئيسي منذ أيام تحدث عن أهمية الاستراتيجية التوسعية الإيرانية في المنطقة باعتبارها تحمي استقرار النظام وقدراته وتعطي إيران القدرة على لعب دور إقليمي وازن في المنطقة. فلذلك السياسة الإيرانية الخارجية هي سياسة توسعية تعتمد على تطويع وتطبيع علاقاتها مع الأقليات الشيعية في المنطقة واستخدامها لإثارة القلق وأيضا لتهديد الاستقرار في المنطقة. من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا لك.